ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها اقتداء بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت؟ هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها؟ لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام لمجرد أنها تسمع الصوت المكبر، لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة ويكون البيت بعيدا من المسجد، ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع. في هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها. الله تعالى أعلم. نعم. لو كان البيت قريبا من المسجد أو ملاصقا للمسجد، هل يجوز الاقتداء بالإمام في داخل البيت؟ لا يجوز حتى ولو كان ملاصقا للمسجد ما دام أن البيت خارج المسجد وهي لا ترى الإمام ولا ترى من خلفه، وإنما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة مثلا، نعم، وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام، ففي هذه الحالة يجوز تجوز الصلاة خارج المسجد للضرورة. أما هذه المرأة ليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد. نعم، وليست ملزمة أيضا بصلاة الجماعة، وليست من أهل الجماعة. نعم.